اكو اسماء اللي ذكرتها تقدر تلعب مو عاد سن القانوني، اعمارهم قانونيه، اعمارهم قانونيه تحت 23، زيدان اقبال واللي ذكرت الباقي، بس احنا اللاعبين اللي فوق ال 23 هم اللي ما احنا ما استفادينا منهم. طبعا احنا كنا نحكي بعد مباراه بعد الخساره بالصدفه طلع لنا الهدف مالتك قبل يومين سجلته باليسرى. نعم لو ماخذ حبيب جعفر فوق السن القانوني هم كان حقق شوي بالخبره بهذا العمر كان حقق فشيء لمنتخبنا له. ليش ما رحت؟ لا ما ملحق على حبيب. مشكله يا مشكله اخي، احنا الحمد لله احنا جزء هاي الخساره فادتنا، خساره مع المغرب وخروجنا من البطوله جزء هاي فادتنا حتى نتجه اتجاه ثاني، حتى نشتغل صح اللي هو شنو؟ حتى نخطط. انت اليوم انت دوري ما الفريق نص رايح للاولمبيات ونص اللاعبين بعدهم يلعبون بالدوري، صح ولا لا؟ وين الاستشفاء؟ وين الفرق؟ وين المباريات الوديه؟ وين التخطيط اللي احنا نريد؟ يعني خلينا نتابع فقره سيلفي المحللين الفنيين وآراء